السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. كيف حالكم يا جماعه الخير؟ ان شاء الله بخير وبصحه وعافيه. قبل ما ابدا في مقطع اليوم، حلقه اليوم ترى مو مثل اي حلقه تسالني سامة. ايش الفرق؟ ايش الجديد؟ لاني انا يا جماعه الخير ما انزل حلقه تسالني نهائيا، قررت اني انزلها الان. يعني متخيلين 3 سنوات أو 4 سنوات ما قد نزلت تسالني نهائيا. في اليوم قررت انزل لكم اسالني، بس اسئلتكم كانت شوي يعني وقحه، متواضعه وكويسه في نفس الوقت. بس بما انكم تتابعوني لازم تعرفون كل شيء. في اشياء انا غبيتها ما بغيت احد يستفسر عنها، بس كثره التساؤلات عنها اشغلتني. راح نبدا الان في حلقه تسالني، بس قبل ما نبدا لا تنسى تضغط على اللايك، يرحم والده من جابك، لاني صدق محتاج اللايك ومحتاج انك تشوف مقطع ومحتاج انك تنشره. الشيء الثاني، شكرا على الدعم الجبار في المقاطع اللي فاتت، كومنتات ايجابيه، كومنت ورا كومنت ورا كومنت ورا كومنت، ناس جميله لابعد درجه، مشتركين جدد توهم داخلين القناه. ما نبغى نطول، خلنا نبدا اليوم في الحلقه. اكيد اكثر اسئلتكم اسمك، من وين، كم عمرك، تزوج، ما انت متزوج. ممكن هذه اكثر الاسئله اللي جتني وخدت منها ممكن واحد وراح اجاوب عنها كلها الان. اسمي اسامه، عمري 25 او 26، من وين؟ الرياض والخرج، يعني بين الرياض والخرج. ممكن هذه اسئله قاعده تتكرر معي كثير. والسؤال الثاني يقول اسامه، كيف دخلت كلان اسمر وكيف ادخل كلان اسمر؟ طيب انا دخلت كلان اسمر قبل 4 سنوات، كنت انا اول صانع محتوى في اسمر. هذه طبعا من الاسئله الشائعه، اسامه انت وشو في اسمر؟ طبعا انا في اسمر يا جماعه الخير مدير التنفيذي حقهم. يلا من هنا يا جماعه الخير صلحون هذا اليوم وهذا اليوم تصلحونه. لا امزح معاكم، انا يا جماعه الخير اول صانع محتوى ممكن موجود في اسمر، يعني من زمان في اسمر فتره طويله، ممكن 3 سنوات أو 4 سنوات. الشيء الثاني، انا كنت صانع محتوى في البدايه، بعدين صرت اداري، بعدين جنرال مانجر. انشغلت فتره كذا كثيره وقررت اني اركز على صناعه المحتوى واعتذرت منهم، قلت يا جماعه الخير رجعوني على صناعة المحتوى. الكلام هذا كان ممكن في 2019. الحين نجي لأسئلتكم اللي حطيتها ستوري في الانستغرام. وش الأسئلة يا أسامة؟ يقول لك، هل بعمرك قررت تعتزل مواقع السوشيال ميديا؟ إيه نعم يا جماعة الخير، أول ما توقفت قناتي قررت إني أعتزل اللي هي برامج التواصل الاجتماعي بشكل كامل، لأن الموضوع ما كان بسيط، الموضوع كان صعب، بس أنا كنت أكابر، والله العظيم إني كنت أكابر بشكل مرة كبير على نفسي. اللي توقفت قناتي كنت في لحظتها متخيلين يا جماعة الخير إنك أنت يوتيوبر وفي لحظتها أنت ترند. كيف ترند؟ يعني 17 مقطع ترند ورا بعض تدخل فيها ترند كل شوي، تعتبر انك في قوتك في الفتره اللي انت فيها قوي مره. كانت المقاطع في اليوم توصل فوق 100,000 مشاهد، الشيء هذا كان جديد علي وقوي، وكنت حاط احصائيه اني اخر السنه راح ادخل 1,000,000 متابع، لدرجه اني من 250,000 الى 300,000 ما قعدت ولا اسبوعين او 3 أسابيع ودخلتها. بعدها جاني الاسترايك اللي صدق سبب لي انهيار بشكل مره كبير. متخيلين 380 مقطع كلها من مونتاجي واخراجي وتصويري وافكاري بدون مشاركه اي يوتيوبر كبير، الا يعني ممكن حوالي 3 مقاطع مع مودي ومقطع ممكن مع ياسر مخ، وفي كذا مقاطع ممكن مع رايد مشواح، في مقطع مع دربحه. بس كانت قناتي مو معتمده على المشاهير بشكل مره كبير، يعني لو تحطها بالنسبه 380 مقطع من 8 مقاطع ولا شيء. فهذه اللحظه صدق كنت ابغى اعتزل واوقف السوشيال ميديا، وتعبت صدق والله العظيم اني تعبت. ليه اسامه تعبت؟ لان يا جماعه الخير كنت فاصل من وظيفه، قررت اني اركز على اليوتيوب، صار اللي صار. بس ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كلمة هذه حرفيا تريحني بشكل مره كبير. ما تدري ربي وش مغبي لك، ممكن بعد هذا المقطع توصل عادي تضرب 1,000,000، ممكن، الله على كل شيء قدير. خلوا على السؤال، ايش اكثر فقره تعبك؟ ايش اكثر فقره في المونتاج تعبك واكثر فقره تعجب؟ طبعا اكثر فقره تعبني في المونتاج اللي هي فقره القصقصه والفلتره والتنظيف، واكثر فقره تعجبني هي فقره الاضافات واضافه الجزئيات الصغيره اللي هي مثل هذا الصوت، الاصوات، احباث الشاشه تروح يمين يسار. هذه ممكن اكثر فقره تعجبني. ليه اسامه تعجبك الفقره هذه؟ لانها تخليني مميز وتخليني حساس ودقيق في اقل التفاصيل، وحرفيا مونتاجي ممكن ما حد يعرفه الا الشخص اللي يمنتج بشكل مستمر، يعرف ان الموضوع اللي قاعد يصير مو موضوع عادي، يحتاج ساعات كثيره من المونتاج. ونختم على السؤال هذا اللي بيقول مثلا اسامه ليه ما تجيب لك منتج؟ جبت منتج فتره وما اعجبني الممنتج. ليه؟ لان اكثرهم كسول بنسبه 80% او 90% كسول، واكثرهم بس يعرف يقصقص ويحط موسيقى وصوره، عاد المونتاج بحر، ما ابغى نطول في الموضوع هذا. السؤال الثاني يقول، اول شيء اعلان على قناتك القديمه، ليه ما في احد من اخوياك نزل قناتك الجديده يوم تقفلت؟ مع العلم كنت ترند. تمام، انا والشيء الاول اكيد اني بكون زعلان على قناتي القديمه. الشيء الثاني، مستحيل اني ازعل على واحد من الشباب او واحد من اخوياي انه ما نزل قناتي او انه ما نشر لي وقال يا جماعه الخير روحوا للشخص هذا تو متوقفه قناه.
مستحيل مستحيل اني ازعل نهائيا. انا دائما احمل اللوم نفسي، ما احمل اللوم اي شخص ثاني. حتى انت بعدين لو صار لك موقف لا تحمل الناس اغلاطك او لا تحمل الناس المشاكل اللي تصير لك. ليه؟ صدق ممكن اكثركم يشوف ان الموضوع يزعل، هذا خويي لازم يوقف معي، بس انا عندي المبدا هذا مو موجود. صدق خويي احترمه العين وعلى الراس، لو بغى شيء جيته من صاء المملكه لين شمالها. بس مثل هذه الاشياء تعطيك دروس في الحياه. يعني انا يوم جاني السترايك قلت الحمد لله، وصدق انتقلت نقله نوعيه في المونتاج من برامج المونتاج. اول كنت استخدم برنامج فيلمورا، الحين صرت استخدم ادوبي بريمير وافتر افكت وفوتوشوب. كل هذه يعني برامج الادوبي ذي كلها صرت مدرك فيها بشكل مره كويس. هذا شيء علمني يعني ما خرب علي. نجي السؤال الثاني، وش الهدف اللي تطمح له الفتره هذه؟ الفتره هذه والله العظيم اني اطمح اني اغير من كل شيء حولي، من محتوى، من حياه، من 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 اشياء كثيره. ممكن اكثركم ممكن صغير في العمر ما يدرك الشيء اللي قاعد اقول انا، بس صارت لي مواقف كثيره خلتني صدق ابتعد عن الكثير. ما ابغى اتعمق في الاسئله هذه لانها تحزنني نوعا ما. سؤال ثاني يقول، وش مشكلتك مع كلان اسمر وليه ما تصور عندهم لا سناب ولا انستغرام؟ شوفوا يا جماعه الخير، انا قاعد الاحظ في الاونه الاخيره هذه، السؤال هذا كنت بتجاهل انا كثير. اسالني في تويتر، كومنتات اليوتيوب، سناب، في الانستغرام، في تويتر، اسامه ليه ما انت موجود داخل المقر؟ على انك كنت موجود في اول افتتاحيه المقر، اول 3 شهور كنت موجود. بعد سفره دبي ما عاد شفناك يا اسامه في المقر نهائيا. شوفوا يا جماعه، في اشياء خاصه مفروض اني ما اقولها لكم، بس بعطيكم بعض الاشياء الخاصه اللي خلتني ارجع من الرياض وارجع الى مدينه الخرج وارجع المكان القديم اللي كنت فيه انا. شوفوا، اول ما رجعت من دبي صدق كلمت الشباب قلت لهم الله يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير، انا حاب ارجع الى بيت. وش الاسباب؟ والله عندي اسباب خاصه قلتها لهم، بس بما ان اسئلتكم تكررت بشكل مره كبير راح اعطيكم بعض من الاشياء الخاصه اللي قلتها للشباب، اللي هي يا جماعه الخير ان بيتنا ما في الا انا رجل البيت حرفيا. اخوي الكبير يشتغل في مكان بعيد عن البيت، ما حبيت ان ابوي وامي يجيهم عجز في بعض الاشياء وما كنت موجود انا. قررت ذاك اليوم اول ما رجعت قلت يا جماعه الخير انا لازم ارجع بيتنا، لان الوالد والوالده الحالة مستحيل اخليهم يعتمدون على شخص. طيب اسامه، الفتره اللي راحت كان في احد يعتمدون عليه البيت؟ يب، كان في السواق حق سوى حادث وسفره، وكنت انا حرفيا اعتمد على ذاك الشخص بشكل مره كبير. يوم سفره قررت اني انا ارجع واكون في البيت وما حد يخدم امي وابوي الا انا. هذا بس عذر بسيط من اللي يخليني ارجع واصور لكم في المكان هذا. شيء ثاني اسامه، يعني انت يوم رجعت هنا ما عاد تروح المقر تصور معهم؟ يا جماعه الخير يكون في علمكم اني اروح عند ناس كثيره سواء يوتيوبر او مشاهير، قسم بالله العظيم اني استحي اني اصور شخص قاعد قدامي مشهور. ليه؟ لانه هو جاي في مكان مثلا يبغى يستريح، يبغى يتكلم، يبغى يسولف، حيب اني اشغله بالكاميرا هو منشغل بالكاميرا كثير مره. يعني لو اقول لكم يوتيوبر بالاسماء ممكن اخر مره شفتهم ستوري عندي قبل سنه، قبل فتره مقابل رايد، وقبله مقابل مودي، وقابلت بسام، وفي فتره ممكن قابلت يوتيوبر كبير بس ما ابغى اذكر اسمه، كبير مره حوالي 9 و10 مرات. بس اني ما احب اصوره او ازعجه، لان هذا الشيء احسه مزعج، لاني بعض الاحيان اذا قعدت في مكان وفي اخوياي مثلا يوتيوبر ما احب احد يصورني لاني جاي ارتاح. ممكن كثير منكم شافنا طالعين مثلا كافي وطالعين اي مكان وشافني مع يوتيوبر ثانيين، في الشيء هذا عادي، مو معناه اني انا ما اصور اني انا ما اروح لهم، لا بالعكس اروح لهم واسلم عليهم واقعد معهم. السؤال الثاني، هل كنت متوقع انك توصل للمكان اللي انت فيه حاليا او هذا ولا شيء بالنسبه لي للي تسويه؟ يقصد كذا بالتوفيق دائما. شوف عشان تفهم شيء، انا نظرتي مو على المكان اللي انا قاعد فيه، نظرتي بعيده مره 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 مره، في اشياء كثيره حطيتها في راسي ونظرت بعيد ونجحت لله الحمد. النجاح هذا كان بيدارك معاي في الفتره اللي فاتت، جاني السترايك وعطلني. اني بتقول اسامه هل انت راضي على الوضع اللي انت فيه الان؟ حاب اقول لك الحمد لله على كل شيء. نظرتي ما راح تكون للقريب هنا، نظرتي راح تكون للبعيد، وتذكروا الكلمه هذه من تمي هذا، لاني اعرف وين اناظر واعرف المكان اللي اوقف. لا تاخذونها غرور، تكفون، قسم بالله العظيم انا شخص احب التعلم والتطور بشكل مره كبير. ممكن اخوياي القريبين يعرفون هذا او اسامه ان شخص يتطور بسرعه فائق. في ان شاء الله مع التطور تتطورون انتم معي ونكبر سوا ونصير عائله كبيره. عندك قناة تنزل فيها فورتنايت؟ القناة هذه عايدة انزل فيها فورتنايت، تنزل فيها اي محتوى في راسك. شنو خلاك تكون يوتيوبر؟ وهل هذا كان حلمك من الاساس؟ طيب يا جماعة الخير، وش خلاك تكون يوتيوبر؟ كانت هواية، حرفيا كانت هواية، ما كان همي لا فلوس ولا اي تبن حرفيا. بيجيك واحد الا كان همك فلوس، الا انا متأكد ان همك كان فلوس. طيب حاب اقول لك اني سنة ونص موقع مع شركة ما ابغى اقول اسمها عشان المطالبات القانونية. سنة ونص زرفتني ما اخذت منها ولا ريال، 3 شهور اخذت فيها فلوس من اليوتيوب، بعدها جاني سترايك ووقف تحقيق الربح عندي نهائيا. يعني انا حظي زفت من ناحيه الفلوس، مستحيل ان في شخص حظه زفت وما يستلم ولا ريال مستمر له 4 سنوات. وانا
وانا عندي حرب كذا بيني وبين نفسي، يعني بيني وبين اسامه خوينا. من اسامه اللي هو انا، عندي شخص كذا دائما ينتقدني غير الناس اللي يكتبون في الكومنتات. يعني عندي شخص ثاني ترى ينتقدني ويقول لي انت في امك كذا اليوم، لازم تغير هذا اليوم، اليوم لازم تسوي كذا، بالله لا 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 كذا دائما يقول لي لا. هذا ما ينفع عندي، ركز معايا، ركز شغل لي مخ، لازم الحين تشغل كذا، تسوي مونتاج، ايش المونتاج ذا، لا 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 غير غير. عندي واحد والله العظيم انه يحاسبني. هذا الشيء اوريدي كذا بدون ما افكر خلاني اتطور واشتغل في اليوتيوب، وكنا صدق كن مالي الا اسبوع لاني ما طفت لحد الان. يب هذا بس اللي عندي لهنا، وصلنا نهايه قطع اليوم. حلقه تسالني خذنا فيها اسئله شوي لان اكثرها متكرره، ما نبغى نكررها زياده. سالت يب يا جماعه الخير، لا تنسون تتابعون على القناه دي، باقي شوي ونوصل 100,000 متابع. عاد اذا انت ما تبغى اخوك المسلم يتطور يعني وما تتمنى له الخير، لا تضغط على اللايك ولا يا جماعه الخير والله العظيم اني احبكم، ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله، واني اكون واجهه خير، واني اكون من الناس اللي تقيم على الصلاة وتأمر بالصلاة ولا تأمر بالفشاي ولا المنكر ولا البغي. فاستودعكم الله يا جماعة الخير، وأشوفكم بإذن الله. السلام عليكم.